هاي البرنامج هذا حللكم اياه على البي شار، لانه بدي اياكم برضه تتعودوا على البيئه تبعته، انه تشوفوا لو في عندك مشاكل كيف انه انت تحلها. كان نص السؤال المحاضرة الماضية إنه بدنا نوجد العناصر اللي في الليست اللي بيكون جارها على اليمين له نفس الإشارة للجار على اليسار، تمام؟ فبالتالي أول حاجة بدنا ندخل ليست الواحد، وحكينا إنه int x for x in input split. تمام؟ الآن نبدأ نلف على الليست، أو خلينا نكتب هذا الكلام في دالة ديف ونسميها مثلا find positive neighbors، وبدها تاخذ ليست. تمام؟ بدنا نلف على الليست هذه for i in range. الآن في الرينج ممكن إنه أنا أقول له إنه ما يبداش من الصفر، أقول له ابدأ لي لو سمحت من الواحد، تمام؟ وينتهي عند لين للأي ليست ناقص واحد. ليش إحنا عملنا زي هيك؟ لأنه أنا قلت لك في المسألة إنه أنا بدي إياك تجيب الجار اليمين والجار اليسار، لو قلت لك بس الجار اليسار تمام؟ معنى ذلك انه انت بدك تبدا الاندكس بواحد، لو قلت لك انه الجار عفوا بدك تبدا انه لغايه ماينس واحد، لان الليست ماينس واحد بس الجار اليسار، لو قلت لك الجار اليمين ساعتها بدك تبدا لو الجار اليسار عفوا بدك تبدا الاندكس بواحد، لو الجار اليمين لغايه اللين للليست ماينس واحد. فالان هنا انا حكيت انه يمين ويسار، فعشان هيك انا بدي ابدا بواحد، بدي استثني الزيرو وبدي استثني اخر عنصر، تمام؟ ساعتها بقدر انه انا احكي ببساطه انه اف الاي ليست اي ماينس واحد امنه جدا، انا ضامن انه ما يكونش في عندي اندكس ايرور، لانه انا بادي من الواحد. كيف بدي اعرف انه الرقمين هدول موجبات؟ او عفوا لهم نفس الاشاره؟ ممكن بدل ما انا اعمل اف والس او اف وكمان اف في اف وحده بعمل بضربهم في بعض، اذا الاثنين موجبات بيطلع الناتج موجب، اثنين موجبات لهم نفس الاشاره يعني اثنين موجب، واذا اثنين سالبات بيطلع الناتج موجب، فبالتالي اثنين موجبات او اثنين سالبات اثنين لهم نفس الاشاره، فبالتالي بعمل حاصل الضرب اي زائد واحد. اذا اكبر من الصفر تمام، اكبر من الصفر او يساوي يساوي كذلك، لانه بالضبط يكون واحد يعني صفر بس يساوي بعد يكون. وكمان ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعرف الليست اللي فيها الريزلت، ليست فاضيه بهذا الشكل نعمل ابند لا ال A list of ال I، بدنا العنصر I اللي ال I minus 1 و I زائد 1 حاصل ضربهم أكبر من الصفر. فلاحظ معي هنا أبنت ال I وهنا جار على اليسار I minus 1 جار على اليمين I زائد 1 بس هيك بخلص، بعمل return للريزلت.
كيف؟ في ميثود للأبيات بسرع إيش؟ بدي أستدعيها، بدي أستدعيها. أبنت تعمل إلحاق في الليست، بتضيف تعمل إدراج في الليست هاي، تعمل إدراج للعنصر، إيش العنصر هذا هي. تمام؟ حنحكي عنها اليوم في الكوليكشنز. الآن بدنا نستدعي طبعا بدنا نحطها في جملة برنت. طبعا أنا تقيدت بالبراكتس الصح زي ما حكيت إنه باخذ باراميتر وبرجع قيمة، هو حر يطبعها يعملها ريندر على ال HTML، هو حر. والآن بشغل كيف؟ هذه ناقصها أقواس اتريبيوت ايرور، انه الانبوت انه هذا في شيء له اتريبيوت سبليت، فبالتالي انه طيب الان نشوف ندخل 2 ماينس 3 4 ماينس 9 0 7 4 ماينس 1. هنا حسب المدخلات هذا ايش المفروض يطلع عندي؟ الماينس 3 والأربعة 9 لا 9 لانه هذا موجب وهذا موجب. تمام؟ الصفر لا، السبعة والأربعة لا. تمام؟ ماينس 4 ماينس 3 4 ماينس 9 7. تمام؟ فبالتالي هنا ممكن انه نشوف في الرينج ايش انت ممكن انه انت تسوي في الرينج. خلي هذا الكلام احنا نعمله وين؟ في الجيبتر، وهنا في اللوبس نضيفها في الاخر. انت عندك هنا الرينج 10، ايش يعني؟ بيعمل لك سلسله من الارقام من 0 ل 10. تمام؟ وعشان تشوف كيف الشكل تبعها هو بيرجع لك اياها كاوبجكت، كسلسله من الارقام اوبجكت، فبدي احولها كليست عشان انت تشوفها بعينك. تمام؟ فبعمل كاستنج زي هيك. فشوف كيف شكلها. نعم. عشان هيك انا بدي العب في البارامترز، فممكن اقول له هنا لو سمحت ابدالي من الثلاثه. تمام؟ والستيب 2 والستيب معنى الخطوه قديش انت بدك تزيد، واخر الستوب عند ال 20. تمام؟ فيبدا 3 5 لغايه 19. كيف؟ من 23 لستيب 2. نعم، لغايه ال 19. نعم، فانت عندك هنا البارامترز انه الستارت الستوب والستيب. اكتب لك اياها هنا في كومنت. يبقى الرينج تعطي له الستارت الستوب والستيب. تمام؟ فبالتالي بدي اقول لك لف لي على الانديسيز الفرديه، لف لي على الانديسيز الزوجيه، فبالتالي انه انت بتقول انه الستيب بتحطها يا اما 1 او 2، او مثلا انه اعمل لي الستيب 3، شوف لي كل 3 عناصر 3 عناصر انت عندك في الليست، بتسهل عليك بشكل كبير. كيف؟ ديفولت بتكون 1. نعم، يعني هنا الستارت بيكون باي ديفولت ب 0 والستيب باي ديفولت ب 1. طيب شفنا هنا في الحل انه انا في عندي ابنت. تمام؟
وهذا اللي بده يدخلنا اليوم لمدخل الكوليكشنز. وراح نبدا في اول شغله اللي هي الليست. فخليني هذا اسكره وهنا نعمل زيرو ستة بايثون تمام. رح نبدأ بأول حاجة اللي هي الليست. طبعا الليست هي عبارة عن array، قائمة ممكن تكون العناصر تبعتها اي تايب، ممكن تكون numbers، ممكن تكون strings، مش شرط كل العناصر لازم تكون نفس التايب. لا مش شرط، انا ممكن اعرف هنا الواحد بتساوي بعملها initialization زي هيك، هذا عبارة عن empty list. والليست هي انتوا بتعرفوا object oriented اكيد بطبيعة الحال، هي عبارة عن object، عبارة عن class، فممكن اعملها initialization بهذا الشكل، ال2 بتساوي بهذا الشكل، فبالتالي انت زي كأنه استدعيت الكونستراكتور تبع الكلاس الليست، هي الليست في حد ذاتها class، فانت عملت لها instantiation empty list، برضه هذه عبارة عن empty list، او ممكن اعملها initialization بهذا الشكل، بحط مجموعة من الأرقام أو أحط مجموعة من السترينجز أو خليط بيناتهم. هنا نعمل print الواحد الاثنين الثلاثة الأربعة الخمسة، بس عشان نشوف شكلهم بهذا الشكل. هذا عبارة عن empty list. empty list هذه list من أرقام، هذه list من كلمات، هذه list من أنواع مختلفة تمام. وممكن أعمل حاجة اسمها nested list. نعم. كل اوبشن جواها ليست. جواها ليست. بالضبط، يعني هاي ال6 بتساوي هاي واحد، والعنصر الثاني عبارة عن وهنا ارجع اكمل عادي بهذا الشكل. تمام. الان كيف ممكن تعمل اكسس باستخدام الاندكس؟ فلو حكيت ال6 اوف الزيرو بيطبع لك اول عنصر. طبعا هنا في 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 الجوبيتر لو كان انت عندك وان ستيتمنت فيش داعي تعمل جمب، مفيش داعي تعمل برنت. لو كان مالتيبل ستيتمنتس ساعتها بتعمل برنت تمام. فبالتالي هنا بتسهل عليك، فعشان هيك انت بتحطها هنا في سل واحده ال6 اوف الزيرو طلع معي واحد. لو حكيت ال6 اوف الاثنين بيطلع معي اوف عفوا الواحد تطلع الاري. طيب بما انه اللي رجعت انا عندي عباره عن ليست، فبالتالي ممكن برضو تعمل اكسس للانديسيز تبعتها بهذا الشكل اوف الاثنين اللي هي راح يطلع معي اربعه بالضبط تمام. طبعا عشان تعرف طول الليست باستخدام الداله لين. هذه عباره عن طولها ثلاث عناصر اللي هي هاي العنصر الاول، هاي العنصر الثاني، هاي العنصر الثالث. طيب في شغله كثير مهمه انت عندك في البايثون، انه انا كمبرمج مستحيل انه انا احفظ كل الدوال
اللي انا ممكن استخدمها في اوبجكت معين او كلاس معين. فعشان هيك في عندك داله مساعده ممكن انه تعمل لك تسرد لك الدوال التابعه للليست، وبالنيمينج كونفنشن تقدر تعرف كل ليست كل فانكشن ليش بتسوي. فبالتالي بتعمل دير دي اي ار اي اوبجكت من هاي الليست ال6 ايش بيجيب لك؟ بيجيب لك اياهم زي هيك. هدول اللي بيبدوا باندرسكور بدنا ناجلهم شوي لغايه لما ندخل في الاوبجكت اورينتد. بس تعال اطلع على هنا ابند. ايش يعني ابند؟ الحاق. معنى ذلك انه بتضيف عنصر في نهايه الليست، سواء كانت الليست فاضيه معنى ذلك انه هو راح يكون اول عنصر، كانت الليست مليانه بتضيفه في الاخر. تمام؟ كلير. تمسح كل العناصر. شايف النيمينج كونفنشن كيف على طول؟ بس دير على طول بتقدر تتذكر، فيش داعي انه انت تحفظ. كوبي تنسخها في ليست ثانيه. كاونت بيعد لك العناصر. عفوا لا، كاونت بيعدش العناصر، كاونت بيعد لك الفريكوانسي تبع عنصر معين، اذا كان مش موجود بيرجع لك زيرو. يعني تمام؟ يعني على سبيل المثال في عندي هنا ماي ليست بتساوي 1 4 6 هي كمان 4 19. تمام؟ فهنا انه ماي ليست دوت كاونت مثلا السبعه حيجيب لك زيرو، الاربعه راح يجيب لك اياها 2. فيش بيقول لك انه expected one parameter وانت given zero. نعم تمام. لو نعمل مثلا count للستة راح يجيب لك الفريكوانسي تبعه 1. تمام. extend كيف بتكون ايش؟ علي صوتك. صحيح. فبالتالي هنا البارامتر لازم تديله list غير الابند. يبقى هنا خليني اورجي لك الابند. هاي شوف الماي ليست، هاي شكلها. بدنا نعمل ابند تمام. شوف نطبعها مره ثانيه، هاي ينضاف في الاخر. اما الاكستند بدك تعطيه الباراميتر عباره عن ليست، فهنا بقول له فحيضيفها في الاخر. تمام؟ شفت كيف ضافهم؟ هنا الباراميتر هذا لازم يكون عباره عن ليست. يعني ممكن تعتبر انه الاكستند هي زي الكونكات. في انا عندي كونكاتينيشن في الليست. ايش الكونكاتينيشن؟ انه على سبيل المثال لو قلت له 1 2 3 زائد 4 5 6. فبالتالي بتطلع انت عندك ليست كبيره انه هذا كونكاتينيشن. بدي اكتب لك عليه كومنت هذا كونكات. نعم ممكن ايش؟ فيش مشكله. يعني ده مش لتو ليست، حتى لو ما كانتش حتى لو كان الطول تبعهم مختلف. ليش ما تسميها كونكات؟ تمام؟ تمام. طيب كيف بدي اجمع تو ليست؟ سم بتاخذ 1 باراميتر بتجمع لك ليست. يعني هنا لو قلت له مثلا سم ماي ليست بيجمع لي اللي هو هاي الماي ليست بيجمع لي عناصرهم طلع 52. لكن انا بدي اجمع تو ليست،
زي هيك فور لوب. نعم نعم. فكيف بسويها؟ بسوي لك اياها في سطر واحد. نفتح ليست فاضيه وبقول له لو سمحت عبي لي في هاي الليست. الليست الاولى عشان انه ابسط لك الكود خليني اعرف لك ايه بتساوي هذا الكلام. وبي بتساوي هذا الكلام. فبالتالي هنا بقول له x زائد y، والاكس زائد y هذه عباره عن iteration variables. بنقول له هنا for x, y n zib a و b. الzib هذه لو انت بدك تعمل iteration على two lists بتروح تفرط لك اياهم as pairs. حكيت حورجي لك اياها. نعم. فبالتالي هنا بجمع الواحد مع الأربعة. فبالتالي هنا الاتريشن فاريبلز هدول في أول لفة الإكس حيكون واحد والواي حيكون أربعة، في اللفة الثانية الإكس حيكون اثنين والواي حتكون خمسة وهكذا. شوف الناتج واحد وأربعة خمسة، اثنين وخمسة سبعة، ثلاثة وستة تسعة. تمام؟ عشان تتخيل مفهوم انه انت كيف بدك تفرطهم زي هيك، انه هي بالمناسبة عبارة عن object بفرط لك اياها على شكل list عشان تشوفها. فبالتالي باخدهم كبيرز. متخيل معايا؟ الواحد والاربعة هايهم، واحد واربعة. هذا بالمناسبة عبارة عن tuple. الاقواس عبارة عن list. الأقواس البراكتس المربعة عبارة عن ليست. الأقواس الدائرية عبارة عن تابل. أكيد حنصله. تمام؟ اثنين وخمسة هايهم زي هيك. فبالتالي أول مرة الإكس حتكون واحد والواي حتكون أربعة، اللفة الثانية زي هيك. تمام؟ وبعدين بكل الصف ما هي الناتج هي. أنا بجمع لك بقول لك اجمع لي two lists والناتج حيكون انه يعني pair wise، انه كل عنصر بالعنصر اللي مقابله. فبالتالي انت بتجمع الواحد والاربعة خمسة، اثنين وخمسة سبعة، ثلاثة وستة تسعة. تمام؟ نرجع هنا الاندكس بتجيب لك اندكس تبع عنصر معين. نعم. insert بدك تديله اندكس، اندكس وفاليو. تمام؟ بوب بحذف وبشيل، بحذف وبطبع، بحذف وبرجع يعني. نعم. ريموف بالضبط. ريفرس سورت برتب. ديفولت تصاعدي. نعم. يعني هنا هاي عشان تشوف ماي ليست، عشان تشوفي كيف شكلها بس. وهنا ماي ليست اطبعها فصارت انه مرتبة زي هيك. أصغر رقم هيو موجود هنا، أكبر رقم 19. تمام؟ مرتبة. بدك ترتبها بالعكس، قول له هنا reverse بتساوي true. فهنا برتب لك العكس. لأنه هذا عبارة عن optional parameter by default بيكون false. برتب تصاعدي، بقول له بدي ارتب تنازلي، بقول له الريفرس بتساوي ترو، لانه هذا البارامتر ريفرس للسورت. خلي بالك للسورت مش الثالث. نعم. فهنا بصير من الكبير للصغير. وينها؟ لا مستحيل تكون انه فانكشن موجود اسمها صحيح. يعني هنا ممكن تقول له ديل
my list of الزيرو بحذف لك أول عنصر. هنا 19 صار إنه أول عنصر زيرو. تفضل. صحيح. نيجي لآخر شغلة في الليست اللي هو السلايسنج، التقطيع. ممكن تقول له هنا، وهي هتفيدنا كثير في التعامل مع البيانات، انه انت تتعامل مع الانديسيز. ممكن تقول له هنا لو سمحت اعرض لي الماي ليست من ثاني عنصر للاخر. بالضبط نقطتين فاضي معنا فاضي معنا معناها للاخر. فهنا بدا هاي اندكس 0 1 2 بدا من الخمسه. او تقول له العكس، تقول له هنا ابدالي من الاول لغايه الاربعه. تمام، فهي 0 1 2 3 لغايه الاندكس 4. لو اديت له الاثنين بيعمل لك سلايسنج انه من 3 ل 5 مثلا. هي قديش طول هالليست؟ 1 2 3 4 5 6 7. فممكن نقول له من 3 ل 5. بهذا الشكل. عنصرين. اللي هم 4 و 4 هيهم. تمام؟ وعندك ميزة كذلك انه انت ممكن تعمل انديسيز بالعكس. كيف؟ تبدا من الاخر ماينس واحد. من ثلاثة إلى خمسة. يعني في واحدة مش موجودة يعني. صحيح. من هي الأخيرة ولا الأخيرة؟ ناقص واحد آخر عنصر. هيو آخر عنصر، هاي ماي ليست. هيو. ايوه بس عشان يعني تشوف انت عندك الليست كمان مره. هيها ماينس واحد يعني اخر عنصر، ماينس ثلاثه. تمام، يبقى ماينس ثلاثه بالعكس مش بالظبط بهذا الشكل. نعم، فجيت هذه التسهيلات كلها بتساعدك انه انت تتعامل بسهوله اكثر مع البيانات. تمام، هذا بخصوص الليست. نيجي ل ثاني، في اي اسئله في الليست؟ اذا عندك اي سؤال لا تتردد. الفابتك ابجدي. طيب نيجي ل التابل. نعم، كيف ممكن تعرفه؟ تقول انه الاكس بتساوي 3 و4 او 5 بهذا الشكل. هذا عبارة عن تابل. الليست عرفنا ليست انه فتحنا اقواس مربعة، اما التابل انه زي هيك. نعم، ببساطة ايش هو التابل؟ ببساطة شديدة جدا هو عبارة عن ليست ولكن اميوتابل. يبقى هنا بدي اكتب لك اياها هنا انه التابل عارفين شو يعني اميوتابل؟ غير قابل للتعديل. نعم، فبالتالي تعال شوف ايش في عندك دوال. اقل بكثير، الاندرسكور هدول حكينا انه بدنا ناجلهم. ايش في عندك؟ بس كاونت واندكس. بس
لانه الريفرس ميوتابل بتعدل على العناصر تبعت الليست بتغير ترتيبها، والبوب والريموف والانسيرت وكل هاي الاشياء بتعدل على العناصر تبعت الليست بالضبط. ايش الفائده تبعتها؟ انه بتكون اسرع عندي في الذاكره لو كان في عندي لارج داتا سيت، بتكون انه اكسس، وانت عارف انه انت بتكاش تعدل عليها بتكون اسرع انه انت تتعامل مع التابل احسن ما انه تتعامل مع الليست. بتكون هو في ذاكره في رام، لما بتكون مقيد في ليست معينه اسهل بكثير لما تكون لا لا هذا السايز في شيء مشكلة في السايز، ولكن انه الاشكالية عندك في انه التعديل، لما يكون في عندك ادرس في الذاكرة وبدك يكون اكسس وتستخدمه في الرايت تمام، بياخد ريسورسز اكتر وبياخد وقت اكتر انه انت تعمل له اكسس تمام. طيب شو العناصر زي الليست؟ شو؟ ممكن تعمل هنا x of 0 وتطبع لك اياه. كل الكل يعني تقدر تعتبر ان تبل هو عباره عن ليست ولكن تقدرش تعدل عليه. تمام؟ هنا التابل انه انت ممكن تستخدمه برضه كذلك عشان انه انت لو في داله معينه احتجت انه انت ترجع اكثر من قيمه، هذه شغله كثير ميزه انت عندك تمام، لانه انت ممكن ترجع اكثر من نتيجه. فممكن اعمل لك داله ديف ماي ديف مود ناخذ اكس واي يبقى هنا الريزلت بتساوي x مود الواي. انا هنا الديف مود انه انا بدي ارجع باقي القسمه تمام والباقي والعدد الصحيح، اكبر عدد صحيح بيقبل القسمه تمام. يبقى هنا الريمايندر عفوا، وهنا الريزلت بتساوي x، بدنا نستخدم هاي العمليه هي واي. وهنا بتقدر تعمل ريتيرن للريمايندر، بتجيب لي بتقسم ليش انه كفلوت، بتقسم لي اكبر عدد صحيح، يعني 20 تقسيم 5 4، 23 تقسيم 5 برضه 4، هي هذه الريزلت بالضبط. والريمايندر اللي هو الثلاثه بتخزن هنا نعم. فهنا بدي ارجع اكثر من قيمه فبقول كوما ببساطه زي هيك ريزلت بالضبط، هي بترجع فعلا تابل تمام. فهنا لو قلنا ماي ديف مود حكينا 20 3 4، ما دام ستيتمنت واحد ما بلزمش برجع لي اياه كتب تمام. يبقى الباقي القسمة 3 وأكبر عدد صحيح نقدر نقسم عليه 23 هو عبارة عن 5 تمام، لأنه إحنا هنا قلنا إنه بدنا نقسمه على 4. فهاي إنه أنت تعمل كوما وترجع أكثر، ممكن أنت مثلا في دالة معينة بدك ترجع الـ ID والنيم، ببساطة بتحط كوما وبترجعهم الاثنين سوا، فهذا يعتبر تابل تمام. كيف شايفين الأمور معكم ماشية؟ سهلة؟ طيب بس بدها إيش؟ أنا سريع؟ طيب بالمناسبة أنا بدي إياكم هاي المنصة الهاكر رانك. هاكر بالمناسبة شو بتعني؟ قرصان؟ هاكر يعني مبرمج فعليا. في السبعينات يعني كان هذا المصطلح
شائعة جدا إنه أي واحد مبرمج هذا واحد هاكر. هذا الكلمة مدح وشذاذ. صحيح. فهجيت أنا بدي إياك اللي أنت تسويه إنه أنت إيش تعمل؟ على فكرة أنت ممكن إنه أنت تعمل حساب وفي شركات بتيجي بتطلع على البروفايلات وممكن في شركة تلقطك هيك. السينتاكس تبع البايثون سهل بس بيضل انه انتو بدكم تمارسوا. تمام؟ يعني احنا الان تقريبا خلصنا يعني 3 جلسات، يعني هاي 15 ساعة واحنا عندنا 50 ساعة، فبحاول انه انا اشد اكتر بحيث انه، فعشان هيك انا بدي اياك في البيت انه انت في عندك هنا مقسمة لسكشن، هنا في عندك بروبلم سولفينج، كل ما تحل اكتر بدولك نجم اكتر بيرقوك. تمام؟ هاي في البايثون تيجي بتدخل هنا. تمام، ممكن تختار مواضيع معينة، مثلا هاي على التابلز ممكن انه تحلي في البيت يا استاذ مثلا على التابلز او على الليست. تمام، و الحلو في الموضوع هنا انه في عندي تيست كيسز كتيرة. تمام، فبالتالي انه انت ممكن زي ما انت كنتوا تعملوا امبارح انه انت بتعمل لي الحل هاي رن هاي وظابط، باجي بقول لك دخل انبوت تاني لا بزبطش معك، فالتست كيسز تروح تختبر لك كل البوسيبل انبوتس عشان الكود تبعك ما يخرش الميه فعليا. هذه شغله. والشغله الثانيه انه قديش انت بتعمل اوبتمايز للكود، قديش انت بتعمل اوبتمايز للكود، الكود تبعك يكون سريع، لانه في بعض التست كيسز بتقيس قديش انت بتعب، يعني انت هنا بقول لك انه مثلا بدك تكتب لي كود تجيب لي الماكسيموم تبع ليست. تمام، بروح هو في التست كيسز بروح بمرر لك ليست فيها 100,000 دايمنشن، متخيل قديش، وبروح بشوف قديش تاخذ تايم. عليكم السلام، تفضل. فاللي بياخذ وقت اقل بيحصل سكور اعلى. تمام، فهاي في نهايه الكورس بدي اشوف البروفايل تبعك وبدي اقيمك عليه. تمام، كل ما حصلت نجم اكثر بيكون افضل. هو فعليا انت عشان تمارس لغه لازم تحكي فيها كل يوم، فكل يوم اقعد لك هيك ساعه ساعتين انه دردش لك شوي بالبايثون هيك، يعني عشان تصير بايثونيستا. لا بس لا، اذا انت مثلا عملت سينتاكس ايرور ناسي تسكر جوس او شغله زي هيك بيطلع لك اياه. ما هذا هو التست دريفن ديفلوبمنت، خلص انت عندك الاشي مسكر وعندك تيست كيسز، اذا عديت التيست كيسز معنى ذلك انه الفانكشن تبعتك تمام. بيعمل لحاله ايش؟ نعم. هو في البرنامج بيتبدل يعني، ما بيتبدلش. يعني افهم من كلامك انه انت مش حتورجيني البروفايل تبعك على ال، تمام. والله انت بتكون ساعتها بتضحك على نفسك، تضحكش علي. تمام، انا عارف هذا الكلام، وعشان هيك انا بقول لك فعليا انت بتكون بتضحك على نفسك. تمام، معلش خليني احكي هذا الكلام، يعني انه لانه الكلام هذا رح يكون موجه للجميع، يعني ممكن في لحظه من اللحظات انه انت تاخذ في نفسك مقلب. تمام، وتيجي تقدم على الشركه تروح تنصدم هيك يعني.
طيب ننتقل على الست. ايش الست؟ الست هي عبارة عن مجموعة. تمام؟ الست هي عبارة عن مجموعة. تمام؟ العناصر تبعتها بتكون بدون تكرار. كيف بعرفها؟ اس بتساوي اقواس زي هيك. 1 3 7 او 6 اوكي خليها زي ما طلع معك. تمام؟ شوف التايب الاس عبارة عن ست. تمام؟ شوف ليش الدوال الموجودة فيها. عبارة عن اد. والاد هذا لو كان العنصر اوريدي موجود ما بعملش حاجة. تمام؟ كلير بمسحها كوبي ديفرنس. تقدر انه انت تجيب الفرق بين تو سيتس. ايش يعني الفرق؟ الموجود هنا مش موجود هنا. تمام؟ الانترسكشن المشتركة بين تو سيتس بالضبط. تمام؟ وفي عندك البوب والريموف بهذا الشكل. تمام؟ فبالتالي الميزة تبعتها انه هي بتحفظ لك لعناصر غير مكررة. لو انت كنت بتتعامل مع طبيعة بيانات انه انت ما بدكاش يكون فيها تكرار، فبدل ما تفحص مثلا اذا كان العنصر موجود ما تعملوش اد، خلص بتعمل اد، فبالتالي انه بيصيرش تكرار انا عندي للعناصر. تمام؟ يعني لو حطيت هنا اس دوت اد 6 وشفنا الاس ما صارش اشي، لكن لو ضفنا عنصر بضيف لي. تمام؟ فالان احنا لغايه الان مرينا على الليست، على التابل، وعلى الست. نيجي لاهم حاجه اللي هو الدكشنري. اهم حاجه اللي هو الدكشنري. الدكشنري التعريف تبعه انه بهذا الشكل. ممكن تتعرف دي بتساوي او هاي دي واحد، دي اثنين بتساوي دكت. يبقى دكت هو عبارة عن اسم الكونستراكتور تبع الدكشنري. تمام؟ يبقى هنا يا اما اقواس فاضية، خلي بالك اقواس فاضية انه ما بتكونش ست، بتكون دكشنري، او دكت زي هيك. بدي اياك تطلع على الدكشنري انه هو عبارة عن ليست ببساطة، ولكن الانديسيز مش ارقام ولكن عبارة عن كيز، مفاتيح. كيف يعني؟ ممكن اعرف ديكشنري باج. ايش في الشنطة تبعتك يا استاذ؟ فبالتالي هي عبارة عن بيرز، كي وفاليو. تمام؟ انا متأكد انه في الشنطة تبعتك في كاندي عددها 3. تمام؟ وفي قلم 4 5 كبشة قلم 6 أقلام بوك 0 للأسف. تمام؟ وأكيد
في شوية كلينكس. عشر ورقات كلينكس. تمام؟ فبالتالي بدي اياك تفكر فيها انه باج ليست بتساوي، شوف التعقيد كيف، انه انا باجي بقول لك انه الباج ليست هذه عباره عن ليست، اول اندكس هو عباره عن الكاندي احفظ، وثاني اندكس عباره عن الاقلام، واللي بعده الكتب، واللي بعده الكلينكس. تمام؟ انت كيف بتعمل اكسس للليست؟ بتقول له باج ليست ايش بدك؟ بدك الكتب، الكتب ايش الاندكس تبعها؟ 0 1 2 بهذا الشكل. شغله صعبه، لكن في الدكشنري ممكن انت ايش تقول له؟ باج نفس الليست بالضبط، بس هنا ايش بتدي له؟ الكي بهذا الشكل. تمام؟ هاي برنت، وهنا هاي برنت، وهي بدي اطبع برنت باج باج ليست. تمام؟ الكي غلط. نعم. وخليني احطها في لاين لحال. يبقى هاي الباج عبارة عن كي وفاليو. تمام؟ وهذه الليست. وهنا في الاكسس انت بتقول له بتتعامل بالانديسيز من خلال ارقام، اما هنا بتتعامل من خلال كيز. ايش العدد؟ الفاليو، هو بيجيب لك الفاليو. يعني الليست عبارة عن فاليوز، اما الدكشنري عبارة عن كيز وفاليوز. تمام؟ تستخدم الكيز عشان تعمل اكسس للعناصر اللي موجودة في الدكشنري. بالضبط. الجيسون هو عبارة عن دكشنري. نعم. وانت بتقدر تتعامل مع البيانات في البانداز بهذا الشكل، انه انت بتقدر تتعامل انه بدك كولوم معين، بتروح بتفتح البراكت زي هيك اسم الكولوم الكي تبعه، بدل ما انت تتعامل 0 3 و7 مستحيل انه انت تضلك تتابع وانت بتتعامل مع ارقام. تمام؟ طيب، فجيت انت شفتني انه انا غلطت في الكي وراح جاب لي انه هاي، بدي ارجع اكرر لك اياها مره ثانيه. هنا وين حطيت بوك مش بوكس؟ ايش الايرور؟ كي ايرور. بالضبط. نعم. حكيت كيف ممكن تتخلص من الشغله هذه. بدي اعطي لك التراي والاكسبت بالمناسبه هذه، يفترض كنت اعطي لك اياها في الكونديشنال اكسكيوشن. بالضبط، تقول له تراي زي هيك، وهنا بتقول له اكسبت كي ايرور، تقول له برنت نوت فاوند. بدل ما يطلع انت عندك الايرور زي هيك، بيطلع انه فريندلي، بيقول له انه نوت فاوند. فبالتالي الصيغه العامه للتراي والاكسبت هي عباره عن انه تفتح بلوك زي هيك. لاحظ دائما انه انت لما بتفتح بلوك بالانتنديشن بيكون في عندك النقطتين، في بعضكم ممكن ينساها في الفور وفي الاف، بدك تتعود عليه. بالضبط. هاي بتقول له لو سمحت حاول انه انت تحصل الفاليو تبعت هذا الكي، ما لقيتهاش بتروح لي على الاستثناء، وممكن تعمل هاندل اكثر من اكسبشن. فهنا بتروح هنا كمان مره اكسبت. لو كان في عندي نوع ايرور ثاني مثلا على سبيل المثال فاليو ايرور او تايب ايرور او اي شغله،
تكتب اسم الايرور هذا. تمام؟ بالضبط. بتروح بتعرف اكسبت لوحدها. يعني هذا الكلام ممكن تعمله زي هيك. بالضبط. او ممكن انه انت تستخدم البيس اكسبشن. البيز اكسبشن هو عبارة عن السوبر كلاس لكل الاكسبشنز في البايثون. صحيح. انا بدي لك سينتاكس. سينتاكس كل ما فصلت انت عندك في الاكسبشنز بيكون الكود تبعك انه افضل. هنا بدك تعرف اوبجكت من الاكسبشن هذا as error، وهنا بتقول له في البرنت بنقول له ايرور، والايرور هذا جيب لي اياه في مسج زي هيك دوت فورمات ايرور. نعم. بالضبط. نعم. بالضبط. حكيت انت عشان حاطط انا السوبر كلاس الاكسبشن مش الاكسبشن، الرساله مش كتير انه هي مفصله لك ايش ايش المشكله. تمام؟ هو بحكي لك انه المشكله في الكي هذا، يفترض انه يحكي لك اياها بصراحه انه في مشكله في هذا الكي. فعشان هيك الافضل انه انت تتعامل زي ما ورجيتك انا زي هيك، انه خلاص انت عارف انه هنا المشكله عند الكي، فبالتالي انه بتقول له بصراحه الكي نوت فاوند بهذا الشكل، هيك الافضل. تمام؟ او ماشي، بس انت يفترض انه انت قبل ما انه تدي للمستخدم انه هو يجرب، انت تكون عارف ايش اغلب الحالات بالضبط، وتستخدم التست يونت بحيث انه انت تقدر تعرف ال ال بالضبط. تيست يونت بالضبط. تيست كيسز. ايوه بالضبط. بالضبط. يعني مثلا على سبيل المثال انا بتعامل مع نصوص كتير، اغلب الاخطاء اللي بتيجي عندي اللي هو الانكودينج، انه بكون التكست انه مثلا يونيكود وهو بتعامل معه بانكودينج تاني، خلاص بكون عارف انه هذا خطا شائع، بكتب الاكسبشن من البدايه يعني. طيب ممكن انه احنا نستغني عن هذا الكلام كله في سنجل ستيتمنت. ايش هي؟ اللي هي الباج دوت جيت. بقول له لو سمحت جيب الفاليو تبعت الكي هاي اذا كان موجود. ما كانش موجود بيرجع باي ديفولت نان. شايف؟ رجع nothing. تمام. هاي لانه مش موجود، فبالتالي هاي الجمله ما سببت الكاش اكسبشن زي ما في الخلية 48. تمام؟ فهنا ممكن انه انا اعطي له واقول له يبقى الديفولت هنا نان، والبرنت للنان انما ما طلعش معك اشي. او ممكن تقول له هنا انه في حال كان مش موجود بتقول له نوت فاوند، فبيطلع معك هنا نوت فاوند. يبقى هنا في دالة الجيت بتقول له لو سمحت جيب لي كي، لو كان موجود برجع قيمته، ما كانش موجود برجع نن مش نل. يبقى هنا returns if does not exist. تمام؟ نن ولا حاجة. نان بالجا. تمام. يبقى هذه
في 54 اذا الفاليو موجوده برجعها، مش موجوده برجع هاي الشغله. تمام؟ شايف قديش انه البايثون على 11 زي ما المره. شايف البايثون قديش انه هي منيحه معك؟ هو يفترض بشكل طبيعي انه في التخصص على الاقل لازم الطالب يتعلم لغتين برمجه بغض النظر ايش هما يعني. شو هي؟ جو؟ ويب؟ ويب بي اتش بي؟ بس في الجافا بتقدر يعني بتقدر تلحقوا للأوبجكت أورينتد وشغلات. كورس واحد لا. كورس واحد لا. عندكم خمس سنوات. أربعة على الاي تي. لا حسب كل عندنا في object oriented polymorphism abstract. اول واحد خلصنا عن البروجرامينج ولا كذا احنا المفاهيم هذا كله في الجافا بعدين بنظهر في الكود. احنا في الصرف الجافا واحد وصل لعند زي سيكوانشال بروجرامينج وميثود لعند الاري والميثود اشياء اساسيه. في البرمجه الثانيه تدخل اوبجكت اورينتد يعني جبتوا ان هي تسبب مثل زي هو على أي حال بغض النظر أنت قديش بتاخد كورسات في الجامعة أو لغات برمجة في الجامعة في شيء بيمنعك أنه أنت تتعلم لغة برمجة تانية ويكون في معلومك أنه أنت تتعلم أكثر من لغة أجنبية بفتح عندك مناطق في المخ بصير تفكر بطريقة مختلفة. أنه أنت تتعلم لغات أجنبية natural language لغات بشر تمام اكثر من لغه ثالثه ورابعه تمام بفتح عندك مناطق في المخ بتصير انه انت بتنظر للامور بطريقه مختلفه. فما بالك انه انت تتعلم كمان معاهم لغه برمجه اكثر من لغه برمجه. دكتور في امتحان ايلتس كانت قطعه من قطع دي 2 الدراسه على مستوى الذكاء لما يكون شخص بيعرف لغه واحد من اللانجوج ولا بيكون بيعرف اكثر من لانجوج سواء بيكون ماسك تانك يعني عنده اكثر من لانجوج بيكون بيفرق بكثير. لا اكيد فرق في الذكاء بين اللي عنده اكثر لغه كثير اذكى واسرع في حل البروبلم. صحيح. كان من الدراسه على مستوى طيب نشوف ايش في عندي دوال في الدكشنري؟ لا الدكشنري في عندك clear copy form keys get items خليني ألف لك عليهم. طيب الآن خليني أطبع لك الباك الآن الباج يا أستاذ لو بدك تضيف فيها بدي أخليك تضيف في الباج تبعتك تحط مينت مينت آي صح؟ ثلاث عيدان نعنى حكيت هذه خلي بالك يا أستاذ خلي بالك لو كان مش موجود بضيفه
كان موجود بعمل ابديت تمام. يبقى هنا يبقى المنت does not exist، فبالتالي هيؤدي انه يعمل اد. هجيت نطبع الباج شوف انه صار مضيوف المنت تمام. اجى اخوك وفتح الشنطه ولقى فيها كاندي، راح اخذهم الثلاثه. بتساوي زيرو، ما خللكاش ولا واحدة تمام. فبالتالي هذا بيؤدي لأبديت، كانت ثلاثة صارت زيرو تمام. في عندك الدالة هذه مهمة، بترجع لك الكيز والفاليوز كتابل بهذا الشكل. هاي شايف رجع لك اياهم كتابل، كان دي زيرو بين ستة. وفي عندك الدالة هذه بترجع لك الكيز فقط، كان دي بين بوك تيشوز منت. وهاي بترجع لك الفاليوز، بترجع الكيز والفاليوز. يبقى هنا نعم هذه بترجع الكيز لوحدة، وهي بترجع الفاليوز لوحدة تمام. ناخذ مسألة، بدنا نعد كلمات التكرار تبعها باستخدام الديكشنري. يبقى هنا بدنا نعمل count words using python او عشان اكون دقيق اكتر لي word frequency. نعم. فبالتالي هنا بده يكون في عندي تكست، هنا مش عارف اجيب لك تكست من الانترنت. اوكي ممكن نحط نص من عنا، بدنا نحكي انه I like Python. I write Python code every day. هذا النص ممكن اخليه مالتي سترينج، بعمله تريبل كوت زي هيك. تمام، فبالتالي بقدر انه انا اكتب مالتي لاين.
وهنا Python is cool. Actually very cool. تمام؟ هاي النص تبع هاي شكله زي هيك تمام؟ لاحظ انه سلاش ان سلاش ان سلاش ان هنا لانه انت طبعته as a raw text لكن هنا لما تقول print بتطبع لك اياه ملتي لاين نعم هذا بورجي لك كيف شكله كفاليو انه زي هيك انه كتكست كرو تكست طيب حكيت كيف بدنا نقطع النص هذا لكلمات سبليت يبقى words بتساوي تكست دوت سبليت هاي شوف الوردز فبالتالي هي جاب لك الاي لوحدها لايك بايثون اي بهذا الشكل باي ديفولت حسب السبيس وهنا بالمناسبه السبليت هاي انت ممكن تعطيها فاصله باراميتر سواء كان سيمي كولن فاصله تاب سلاش تي ايش بدي الماركر تاع السبليت بالضبط الديليمتر ايوه الديليمتر تمام يبقى انا باي ديفولت انه بكون السبيس نعم طيب بدنا نعد فبالتالي بدي اياك تتخيل الموضوع انه راح يكون في عندي ديكشنري الكيس تبعته عباره عن الكلمات والفاليوز عباره عن تكرار الكلمات عدد الكلمات عدد التكرار او تكرار هذه الكلمه كمان مره راح يكون في عندي ديكشنري الكيس فيه عباره عن الكلمات والفاليوز عباره عن قديش تكرار كل كلمه فبالتالي بعرف counts بتساوي empty dictionary وهنا بروح بلف على كل كلمة من الكلمات هذه for word in words خلي بالك word in words ال words هاي بال word الiteration variable تمام فبنقول له هنا في دالة مش في دالة بتعد هذيك في الليست ماشي هذيك في الليست احنا في الديكشنري بس انت عندك الديكشنري عبارة عن سجل بدك تشوف تفحص السجل هذا هل مرت عليك هذه الكلمة قبل هيك ولا لا فبالتالي كيف بدك تعمل اكسس او اضافة لسجل جديد فبالتالي اللي هو counts of الword عفوا بدون quotation اللي هو هذا الiteration variable عشان حكيت لك هنا لما تقول انه اذا ما كانش موجود بروح بضيفه واذا كان موجود بروح بعمل له ابديت تمام فبالتالي هذا عبارة عن انه انت بدك تشوفه في السجل هستخدم لك دالة الجيت بحيث انه تريحك من الكلام اللي انت بتحكيه انه انا بدي افحص ويساوي والكلام هذا شوف كيف بدي اقول بتساوي الكاونتس دوت جيت للورد كانت موجوده جيب لي التكرار تبعها تمام ما كانتش موجوده خلي لي رجع لي القيمه زيرو معنى ذلك انه هذه الكلمه اول مره تمر عليا تمام وكان تكرارها فيما سبق زيرو من المرات وبضيف عليه واحد ايش الاولى عباره عن الكي اللي هو الكلمه والثانيه اذا كان الكي هذا موجود بيرجع الفاليو اللي هو قديش تكرار تبعها مش هذه
مش لازم كاونتس طيب. هيك ريدابل عندك احسن. هذا عبارة عن ديكشنري وانت بتلف على الكلمات، الكلمات هذه عبارة عن ليست، هيها بتلف كلمة كلمة. اذا الكلمة هذه صدفتها انت قبل هيك ايش راح يصير؟ بروح بجيب الفاليو تبعتها وبزود عليه واحد، مش موجودة برجع صفر وبزود عليه واحد، فبالتالي بيصير انتري بالضبط. صعبة؟ يعني لو كلمة مش موجودة في الليست أصلاً هيديني قيمة واحد. صحيح. فبالتالي أحمد على سبيل المثال إنه أنا ما صادفتوش قبل هيك، فبالتالي بدي أضيف سجل جديد، بقول له خلي بالك مر علي أول مرة الاسم أحمد والتكرار تبعه واحد. لكن لو كان موجود قبل هيك إنه مر علي ثلاثة أحمد قبل هيك، بجيب الفاليو تبعتهم وبزود عليه واحد بصير أربعة، بعمل أبديت. يبقى هذه الجملة إلها حالتين، حالة إضافة في حال الكي ما كانش موجود، وحالة أبديت في حال الكي كان موجود. ما احنا بدنا نعيد. طب لو اصلا مش موجوده الكلمه، يعني انا لما مريت بجد انا مش موجوده، ايش هرجع الكلمه؟ هو بيجيب زيرو. اجيت مش موجوده. طيب فقلت هذا كلام بس عشان اورجي لك ايش بيصير كل اتريشن. يبقى الكلمه اي تمام، وهي هنا لا لا لا، انا بدي اعد الكلمات هذه هنا 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 يا استاذ، اطلع على النص. كلمه اي كم مره تكررت؟ هاي مره مرتين. مرتين. لايك كم مره؟ واحد. بايثون كثير، هاي واحده اثنتين ثلاث مرات، هاي المطلوب. بالضبط. كيف بدك تعمله؟ فهنا كيف؟ يبقى هنا أول لفة الديكشنري فاضي تمام؟ خليني أحط لك هيك برضو كمان عشان يكون ريدابل هنا كمان وهنا. أول مرة الديكشنري فاضي، استضفنا في أول لفة على الكلمة I. I مش موجودة تمام، عملنا لها get مش موجودة، إيش رجع؟ زيرو. زدنا عليها واحد، قلنا له خلي بالك كلمة I مرت علينا مرة واحدة، انضافت هنا، هاي مرت علينا مرة واحدة بالضبط. روح على الكلمة الثانية like، موجودة في الديكشنري؟ لا، رجع زيرو بالضبط. فخلي بالك انضاف عندي في السجل، انا صرت مارر على كلمتين، كلمة الاي وكلمة اللايك. بعديها البايثون هايها مرت عليا اول مرة، بعديها الكلمة اي هايها صارت كانت هنا واحد صارت هنا اثنين، ابديت. يبقى هنا في هذه الخطوة صار ابديت تمام. هنا برجع بذكرك كمان مرة، هجيت هنا حكينا انه المنت does not exist، معنى ذلك انه بروح بعمل ادراج.
الكاندي موجودة. هاي بدي اكتب لك عليها كومنت هنا. الكاندي exists يبقى راح يؤدي انه راح يعمل ابديت بالضبط. تمام. يبقى هنا هاي الجملة تحتمل حسب الوضع انا عندي، مرة بتكون ابديت مرة بتكون اد بالضبط. هذا انا حطيت لك اياه بس انه اوكي خليها هيك وبعملها في سيل ثانيه. ما هي انه ميزه الجوبيتر انه ممكن في سيل ثانيه. هنا الديكشنري راح يكون افتر بحطه برات الفور. تمام. فبيكون الناتج انا عندي انه هاي الديكشنري قبل الديكشنري بعد راح يصير انه الاي اتكررت مرتين، اللايك مره، البايثون ثلاثه، الرايت واحد، وهكذا. والله العظيم ايش؟ خلاص قررت تعمل سويتش؟ طيب حقيت هاي الشغلات بدها ممارسه. نعم. انت في عندك في الهاكر بانك زي ما ورجيتك في عندك سكشن للليست، في عندك سكشن للتابلز، في عندك سكشن للديكشنريز. حاول انك تتمرس هاي. انت مش هتكون حافظ الدوائر كلها اللي تابعه لكل كوليكشن من هذول الكوليكشن زي الليست والتابل والديكشنري. فممكن انه انت تستذكرها انه تعمل دي اي ار وتشوف كل واحدة وتقرا الدوكيومنتيشن مع الوقت انه بتصير انه انت بتتعود عليها. تمام. زي ما حكيت لك انه انت اذا بدك فعلا انه انت تشتغل في هذا الشغل انت محتاج على الاقل كل يوم ساعة او ساعتين عشان انه تمشي امورك وتصير خلاص انه انت تحكي بايثون السلام عليكم. ما فيش داعي انه انت تقعد تفكر هذا كيف بدنا نعملها وهذا كيف بدنا نسويها. فبالتالي لازم الممارسة لازم بس ساعة من وقتك كل يوم. شو؟ في موقع ثاني اسمه كود ووردز برضه في تشالنج كولت كود ووردز كود ووردز. خلينا نفتحه ونشوف في تيست كيسز. كله تشالنج ازاي لو بكتب من الغلط كود ووردز مش ووردز يس حروف يعني خطة بس هذا الكات بيبدا من 8 وبينزل لحد 1 يعني. هذا الايش بيبدا من 8 كات زي البدك يعني كات بيبدا من 8 بينزل لواحد كل ما صفر. انا جيت مبتدئ بحطوني في 8. اي لغه برمجه؟ في اللغه اللي فيها تيست كيسز. نظام تيست كيسز انه انت بتحل وب بس ضد واحده انه طلع على الصح مش عارف اذا في تيست كيس. جاي ايش حدا وصل للمستوى الرابع؟ شغال السايت حدا؟ هو بطول هيك عادة؟ هنا في شركات بتطلع على المبرمجين انه هي تتصيد مبرمجين. في شركات بتطلع على السايت هذا انه تتصيد مبرمجين. انا سمعت كثير عن هذا الموضوع يعني انه بيطلبوا الكاتب
بتطلبوا الايش؟ الكاتا يعني اللي انت بيسالك قديش الكاتا. اه يعني زي او سي ار تمام. طيب نيجي الان للكلاسز الاوبجكت اورينتد. نعم اوكي بعد البريك. نعم بس بدي اضيف لك في الدكشنريز اخر جزئيه اللي هو النستد ديكشنري. زي ما حكينا في النستد ليست في عندك نستد ديكشنري. شغله مهمه كيف بيكون شكله؟ الفاليو بدها تكون ديكشنري بالضبط. فعلى سبيل المثال في عندي هاي الديكشنري والكي هذا الديكشنري للطقس تمام. الكي هو عبارة عن المدينة والفاليو هو عبارة عن ديكشنري بهذا الشكل. فبالتالي انه ممكن يكون انت عندك انه التمب درجة الحرارة 27 ممكن يكون اي تايب بدك اياه فلوت اي تايب اي 27 ونص والويند 10 بهذا الشكل تمام. طبعا انا بحب اكتبه بالشكل هذا بعمل لك فورمات لإله ريدبل اكثر احسن بالضبط. يبقى هاي الانتري الاول وهاي الانتري الثاني بهذا الشكل اللي هو اي مدينة ثانية رفح تمام. وبتكون درجة الحرارة رفح ابرد ولا اسخن 30 وهناك في عندهم رياح اكثر تمام في هذا الشكل. تمام فبدك تتعامل معاه بالكيفيه هذه. ففي الفاليو بدك تصل لكل سبيسيفيك فاليو باستخدام الكي اللي موجوده في الفاليو بهذا الشكل. طيب اوكي الان نروح على الكلاسز. ننشئ نوت بوك نسميه هنا 07 او او بي. هنا object oriented and programming. طيب ليش احنا بنوجع راسنا وبنعمل classes؟ مثلا اريح انه ما انا نعتبر انه عندنا اوبجكت عشان انا اصلا ما يعني كابسوليشن يعني اليوزر اللي هو رياكت الواقع يعني بيدي تصوير الواقع. هو ماشي اوكي انه انا بدي اطلع على كل حاجه حواليا انه هي عباره عن اوبجكت. بدي اجي ابرمج القلم هذا بدي اعتبره اوبجكت تمام. في له اتريبيوتس اللي هو التايب تبعه او الكلر بالاضافه للكلر
تمام، وفي behavior انه right تمام زي هيك. لكن هذا ليش 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 انا بدي اتخيل كل حاجه انا عندي عباره عن object؟ شو بدك تقول كنت؟ في حدا هناك رفع ايده؟ لانه الاوبجكت مش موجود لحاله، يعني انا لو دعمت هو نفس الشيء اللي احنا حكيناه بالنسبه للفانكشن، انه بالاضافه بنضيف عليها الانكابسوليشن والموديولاريتي. هذه شغله اساسيه في السوفت وير انجينيرنج، انه انا بدي اعمل بريك داون للبروجكت انا عندي على اساس انه هو مجموعه من الاوبجكتس، تمام؟ فبصير انه التعامل معها سهل، انه انت بتعمل ايزوليشن، خلص في مشكله في شغله معينه بتشوف الكلاس هذا بتعمل موديفيكيشن وخلص، التانيين بتفاعلوا معاه، فبتسهل عليك الديفلوبمنت. بالاضافه لشغله اساسيه اللي هي ريوز انستد اوف ري رايت، ريوز انستد اوف ري تمام. بالاضافه انه انت بتعمل بريك ذا سوفت وير بالضبط، هذا بيسهل عليك التعديل والابديت والمينتنس بشكل كبير، تمام. طيب كيف نكتب كلاس بالبايثون؟ طبعا طبيعه الحال البايثون بتدعم الكلاسز، كلاس اسم الكلاس تمام، كلاس A بهذا الشكل بس انا مستعجل تمام، كلاس B تمام بهذا الشكل. خلينا ناخذ مثال، انا على سبيل المثال بدنا نعرف كلاس بيرسون ستودنت. اوكي ساينتست تمام. ايش في له اتريبيوتس؟ بالضبط، لقيت طريقة كتابة الاتريبيوتس. هنا بدك تعرف الكونستراكتور، الكونستراكتور عندك في الـ في, الـ في البايثون انه الطريقة تبعته def underscore underscore init نعم self. انا لما كنت احكي لك هنا بالضبط بالضبط وين هنا في الكوليكشنز نعم هنا في الدي اي ار في عندي اد، في عندي كلاس، في عندي دير دوك ايكوال، وهي الانت تمام. في شغلات كتيرة تمام، هاجيت حنعرج على بعضها والبقية انت ممكن تستكشفه لوحده. فبالتالي هنا الانت هذا عبارة عن الكونستراكتور تمام، سيلف انه انت بتمرر له انه 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 هذا الاوبجكت بياخذ نفسه من نفس التايب زي الدس نعم لا this نعم. طيب حكينا انه العالم هذا في له اسم، ممكن احط له باراميترز بهذا الشكل انه احط نان، او ممكن احط انه الاسم تبعه بهذا الشكل، ممكن خلي نان تمام. وايش كمان؟ ميجور سياس تمام.
فهذه عبارة عن باراميترز، والباراميترز هذه بتاخد values، فبالتالي انه لو مررتها بياخد الفاليو اللي مررها المستخدم، لو مررتهاش بياخد الديفولت. لسه ما خلصناش الكلاس احنا. كيف بدي انا اخد الباراميترز هذه واحددها انه تاخد القيم اللي موجودة هنا؟ بعمل self.name بتساوي name. بدي اياك تتعود على الشغله هذه. خلي بالك هذا النيم معناها الاتريبيوت التابع للكلاس، اما هذا النيم هو عباره عن باراميتر. تمام؟ كيف باي كيس سنسيتيف؟ تمام. فبالتالي هذا لو غيرته نيم واحد، فبالتالي هنا بده يكون نيم واحد، ولكن الافضل انه انت تستخدم نفس الاشي وخلاص، ما فيش انت عندك امبيجويتي انه عارف انه السيلف دوت نيم هو اتريبيوت للكلاس والنيم هو باراميتر تم تمريره للكونستراكتور. سيلف دوت ميجر بتساوي ميجر. خلصنا الكونستراكتور. نعم. طبعا افضل شغله انه انت تسويها بعد ما انت تعمل، وهذه الشغلة مش بس هنا، في اي حاجة، انه انت بتطور البرنامج تبعك وبتعمل تيست باول باول بالضبط، بسهل عليك انه انت تصلح الاخطاء. اما تكتب كود 20 سطر وبعدها تعمل ران بصعب عليك الموضوع. فبالتالي بدنا نعرف اس واحد scientist لا هيك اخذ الديفولت. نعم نطبع. ايش طبع؟ طبع انه عبارة عن، هذا عبارة عن اوبجكت التايب تبعه scientist والادرس تبعه في الذاكرة. انت عندك طبعا بطبيعه الحال اول ما تشوف 0x، طبعا هذه شغله انتم محرومين منها في الجافا، انه انت بتشوف ريفرنس، بتشوف ايش الادرس الحقيقي. لو انت نزلت تحت بالسي، بالمناسبه في نظم التشغيل تاخده سي فيها سيستم كول، فبالتالي انت بتقدر تشوف الادرس. ف 0x هذا عباره عن ادرس في الذاكره. نعم. ملوش علاقة بالفيرتشوال ماشين، ملوش علاقة بالفيرتشوال ماشين. لقيت هذا حغير لك الاشي تبعه بانه انا اعمل اوفررايد للسترينج ريبريزنتيشن تبع الكلاس. لقيت انا لما عرفت ليست وقلت له برنت للليست، عارف انه لما اقول له برنت للليست عارف انه هو يفترض انه يطبعها كعناصر. لكن هنا انت معرف اوبجكت جديد، تايب جديد، ستودنت ساينتست. بتقول له انه اطبع الساينتست، كيف بدي اطبع لك ساينتست؟ بعرفش. راح طبع لك اياك اوبجكت والادرس في الذاكره. بالضبط. هنا str، فبالتالي هنا بدنا نعرفها def str. طبعا بطبيعه الحال بتاخذ self، وهنا بدنا نستخدم داله الفورمات print ولا return؟ return. لا نيم او ساينتست. وهنا سلاش تي ميجر. دوت فورمات. كم باراميتر بدي امرر له؟ ثلاثة. اثنين؟ اثنين. self dot name self dot measure. خلي بالك انت بدك تعمل access، انت هذه في method جوات الكلاس بدك تعمل access للاتريبيوتس تبعت الكلاس، لازم تستخدم السيلف. name مباشرة بيقول لك name error، بعرفش النيم هذا. فانت بدك تقول له انا قصدي انه النيم الاتريبيوت التابع للكلاس، فهنا بتقول له self dot name. يبقى جوات الكلاس دائما self مالها، يبقى هنا بدك تعمل access للباراميترز دائما تستخدم self. فبالتالي هنا بنرجع string
وهنا حطيناه في البرنت، فبالتالي هنا الوضع حيختلف. فبدي ارجع اعمل رن لهاي وارجع اعمل رن لهاي، هيك صار مظبوط. نعم، يبقى عندنا ساينتست مجهول. تمام. طبعا النن هنا انت تخلصت انه من انه يعطي لك مشكله انه باستخدام داله الفورمات. لو انت بدك تعمل ريتيرن لنن هنا في داله الاس تي ار، داله الاس تي ار خلي بالك دائما لازم ترجع سترينج دائما، لانه هي سترينج ريبريزنتيشن لازم ترجع سترينج. فعشان هيك داله الفورمات خلص بعملها فورمات وبحولها لسترينج، فبالتالي هنا انطبعت نن. فعندي ساينتست مجهول والتخصص تبعه سي اس كمبيوتر ساينس. نعرف واحد ثاني. لازم هدول يكون الكونستراكت والاستيار من كل كلاس. لانه هذا باي ديفولت انه بيعمل انهيرتنس من الاوبجكت كلاس اللي هو السوبر كلاس تبع كل الكلاسز اللي في البايثون. وعندكم شيء مشابه في الجافا. اس 2 فهنا ممكن احكي احمد والتخصص تبعه اي تي بهذا الشكل. فبالتالي هنا انا ما كتبتش باراميترز، فبالتالي هذا راح يروح للاول وهذا راح يروح للثاني، وهي برنت اس 2. تمام. ممكن نعرف اس 3 في هذه الحاله انه انا هنا بدي افصل له، وهذا الافضل انه اقول له نيم بتساوي. بدك تعود هاي الشغله هنا في الداتا ساينس، لما 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 نستدعي الماشين ليرنينج لايبراريز بدك انه تقول له الباراميتر هذا بيساوي كذا، افضل لك انه بيكون الكود ريدبل، وانه انت بتكون متاكد انه الفاليو هذه حتروح للباراميتر هذا. وهنا الميجر بتساوي، وهنا برنت، هنا يفترض اس 3 وهنا اس 3. خلينا نحط واحد ثاني. علي شو تخصصه؟ علي انجينير. طب لو قلت لك انه بيمشي الحال؟ بيمشي عشان محدد البارامترز. بالظبط. لو مش محدد البارامترز النيم راح الانج راح يروح للنيم. بالظبط. هذا اس 4 وهذا تخصصه. تمام. وهنا حسن. تمام. هذه بالمناسبه هاي الشغله برضو كذلك تنطبق على الميثودز او الفانكشنز في البايثون. ممكن انه انت تعكس الاوردر تبع البارامترز طالما انه انت مسميها كلها. تمام. طيب هيك شفنا الكلاس الكونستراكتور تبعه والسترينج ريبريزنتيشن. تمام. طبعا هذا الساينتست في له بيهافيور. شو بيسوي الساينتست؟ تيتش. نعم. فبدنا نحطها هنا مجرد انه print statement I am teaching شو كمان بيسوي؟ do research. ممكن ايش كمان يسوي؟ كيف؟ ليش ما عمل ريتيرن؟
طريق السبب ليه خلى تمام ما تطلع عشان هذا كيف كريتين استرينج لما تجيلك يعني فرضا انه كل ساينتست بيكون كل واحد بيكون يدرس شيء مختلف يا مان قلت في بوت فقط قصدك انه انت بدك تمرر باراميتر لل 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 للدالة ممكن ممكن بس انا للتسهيل اوكي يعني مش خلاف انا هنا بنعمل برينت كيف بخصوص موضوع المين هذه الميثود هذه الميثود ولا ليش بتحكي بالضبط لا بشغلها من خلال الكلاس يعني هنا انه هذه انا بدي ارجع اشغل هذا تمام بدي ارجع اعمل ريران لاول ران اول سيلز وهنا ممكن احكي s4.walk بهذا الشكل تمام ناخذ مثال ثاني بشكل سريع class rectangle مستطيل ايش الاتريبيوت تبعته الاتش بتساوي ممكن انيشال احطها 0 والال بتساوي 0 لو مرر باراميتر ياخدها لو ما مررش self dot h تساوي h self dot l كيف؟ لو ايش؟ صحيح لازم لانه انت ممكن تعرف دالة الدالة هذه ممكن تكون شغلة زي الستاتيك في الجافا يعني في الجافا ايش الداله الاستاتيك انه انت ممكن تستدعيها بدون ما تعرف انستانس من هذا الكلاس بتكتب اسم الكلاس دوت الداله تمام لكن داله لازم تعرف انستانس من الكلاس فبدها تكون سيلف فهنا لو ما مررتهاش الكونستراكتور لازم يكون سيلف لازم يكون معرف اوبجكت فهنا الووك هاي لو ما حطيتش سيلف بيقبلها مني عادي ساعتها بصير استدعيها كيف بستدعيها بكتب student scientist dot walk صحيح بدل ما نكتبها عند ايش بالكلاس بالضبط تكتب اسم الكلاس يعني هنا اس 4 dot walk لانه الداله هذه self لو ما كانتش self انه walk هنا بدون سيلف بتصير كيف تستدعيها بتكتب scientist بالضبط scientist dot walk نعم كيف ماشي ما نخليها سيلف هاي نخليها سيلف أنا بقول لك إنه أنت لو لزمك إنه أنت تعمل كلاس وفي static method بدك تستدعيها بدون ما تعرف object بتعرفه بدون سيلف تمام؟ نعمل في عندي اريا فيش له string representation تمام؟ فيش له string representation ما كتبتش انا بقصد انه ما كتبتلوش string representation فبالتالي ممكن نعرف r1 بتساوي rectangle ونقول له انه 3 و 4 وهنا بنقول r1.area
بهذا الشكل. طبعا مفهوم الاوبجكت اورينتد انه انت تتعامل معاه لانه كل الباكجز اللي احنا بنتعامل معها سواء كان بانداز او سايكت بدك تتعامل معها ككلاسز انه بهذا الشكل. تمام. إيه الان نيجي لمفهوم الانهيرتنس. السيت والجيت. لو سالتك ايش وظيفه السيت والجيت؟ طيب ليش انا بعمل الاتريبيوتس برايفت؟ عشان ما حدش يعرف فيها. مين اليوزر؟ اي يوزر؟ واليوزر العادي من اين سيصل الى الكود تبعك يعني ان شاء الله؟ انا متاسف. طيب مين يحكي لي ليش احنا بنعمل هدول بابليك وبرايفت؟ ليش؟ انا لم اطلب منك التعريف، انا طلبت منك واي. وخلينا احكي لك اياها بلغات تانية. بوركي بوخوا وبالتركي نادان. شو بدك؟ صلاحيات لمين؟ لمين؟ يعني الكلاس بس بدي اخلي الانترفيو كان ايش بس ما السكوب تبع الحاجات بالجسم. لو خليته انه بابليك في شيء بيمنع؟ بس يعدلوا عليه من الكلاس الثاني. كيف يعدلوا عليه يعني؟ مش هو البابليك انه فكرته انه يعني مسكوب من توصل من كلاس 10 لل نعم نعم قيمه من كلاس 10. طيب لما انا اعمل برايفت بيكون هناك بقدرش اعدل عليه بس لما نستدعي الكلاس يعني نستدعي ال 100 ما عندش قيمه. طيب كده بنعمل ايش بعد عشان ما يخبطش الدنيا جوا الكود؟ يروح على الكود اللي صافي عند الميل يغير الباراميتر خلاص. ليش تجوه الكود بدل الدنيا بعدين انا ايش بروح اصدقها؟ طيب ايش في عندك؟ ايش رفعت ايدك؟ لا يا جماعة هذا كود، هذا كود انكترت. احنا نتعامل مع التيم المبرمجين اللي معايا، ما حدش يجيب لي سيرة المستخدم بالمرة. طيب انا محتاج بس انا اغير باراميتر هي اصلا هي مسكوب ديف سيت بغض النظر عن اتش هاي سيلف واتش وهنا بقول له سيلف دوت اتش بتساوي اتش. شو الفايده؟ وهي بالمناسبه بدي احول لك اياها هيك صارت بروتكتد وهيك صارت برايفت. هيك بابليك يا والله دلع تمام هذا بروتكتد وهذيك برايفت. هاي بروتكتد وهاي برايفت. انا هذا السؤال اللي بنساله كل محاضره بالمدام، قولوا لي بما انه البرايفت عامله 6 بت يعني هو بالاخر اللي بينزل. ليش اغلب حالي؟ ما خلي بابليك وريح راسك. تمام بتصير هنا قصه اللي هي اللي هناك وجهه نظرك الكابسوليشن مفهوم. لا انا هقول لك ليش. عيب هي لك انت تستاهل ان احنا بنعمل برايفت. قالك في موضوع الوراثه انهيرتنس في موضوع يعني هنا هو بابليك معنى ذلك انه بكتب هنا ار1 دوت اتش بتساوي هو كان 3 خليه مثلا 10 تمام ونستدعي هنا الاريا خليها هذه في جمله البرنت. قلت له بدي انا مفهوم الانهيرتنس بدي اورث ناس وتورث ناس بدي اشوف موضوع اللي لسه ما دخلناش في الانهيرتنس. خلينا نسكر موضوع البروتكتد والبرايفت. ما هو عشان هذه حاجات احنا حاطين اكس موديفايرز
لا لا احنا بنحكي انه visible outside of the class بغض النظر كان في علاقة inheritance بيناتهم او لا. ماشي انا بحكي على البابليك والبرايفت. برايفت معنى ذلك انه outside the class انه مش accessible بالمرة. هيني انا خارج الكلاس وقلت r1.h ورجعت هنا طبعت الاريا هيو بعمل لي. وهي انا استخدمت الست وقلت له self.h بتساوي الh وهي حولنا برايفت. شو الفايدة؟ ببساطة ببساطة شديدة بتخليه هيك برايفت وبتروح بتقول if الh اكبر من الزيرو ساعتها بعمل set else الh بتساوي زيرو. بس مجرد انه حماية للبيانات او بمعنى اخر validity او validation للبيانات. انا طالب منك رقم جامعي تمام؟ ما تحط ليش التايب مثلا انه تحط لي تايب مختلف او مثلا طالب منك فاتورة ما بنفعش انه تحط لي فاتورة بالماينس او طالب منك شغلة معينة بانه الرينج تبعها طالب منك انه انت تحط لي علامة الطالب رحت حطيت لي 103 من 100 بنفع؟ بالضبط. لو خليتها بابليك ساعتها انت زي ما بتقول بيجي مبرمج تاني ممكن يعمل ست ويلعب ويسوي. بحكي مبرمج مش مستخدم خلي بالك. لكن لو خليته برايفت تقدرش تعدل الاتريبيوتس الا من خلال طريق واحد اللي هو الست. والست هنا انت بتكتب اللوجيك تبعك بحيث انه انت تعمل مينتين للبيانات بحيث انه تكون انه يعني تمام. انت كمستخدم عمر كان شفت كود؟ اه طبعا بطبيعة الحال. طب ليش بتقول مستخدم؟ لا طبعا انت بتكتب ككود لكن انت من خلال الواجهات انه انت ممكن تعمل هذا. هنا بترجع بتقول انه انا بدي احط فاليديشن على مستوى الواجهه صح؟ نعم. طيب لو كان انت عندك في شيء فاليديشن من خلال الست ساعتها بيكون انه زي ما انت بتحكي. لكن لو كان في فاليديشن ساعتها لا. اللي انت بتحكي له موضوع في انه له علاقة بالسينكرونيزيشن وانه يكون في عندك كوربشن للديتا. يعني انت في عندك البيان نفسه اكتر من بصير له اكتر من اكسس في نفس الوقت. ساعتها انه انت بدك تعمل لوك وان لوك وتحافظ على السينكرونيزيشن. هذا موضوع لكن موضوع في الكلاسز السبب تبع البابليك والبروتكتد الحقيقي هو هذا السبب. في اكسس بس مشروع يعني هاي هذا الست اتش في اكسس للاتش بس امن هاي المقصود. في البايثون باي ديفولت بابليك حطيت underscore واحدة بصير protected حطيت two underscores بصير private. نعم نعم انت هيك كان قصدك؟ لا
ما يخفضش قيمة من عنده أصلا، حد يخفض قيمة من عنده. إذا كان هيك، إذا كان هيك قصدك إنه أوكي تمام. يبقى أنا المشكلة فيا، أنا فهمتكم غلط. المشكلة في الفهم وليس. طب ليش خجلان؟ طيب. بس دكتور مفروض اللي جوابك المسلم ما مش حكي. عشان احنا نقول طريق يعني هي قال. بس انا هيك كله بيقول في الجواب 100. الا ما بدل خلص. انت حتحمل المادة بعد هيك خلاص. الله يخلص. الله. انت قضيت على نفسك. هي أستاذة إيمان كانت مستنياكو أنتو إنه أنتو يعني جابوا ما أعطيكم فرصة في الأول. لا هو دكتور هم مشكلتهم في الوجود في البرمجة إيش بيكون كاتبين إشي فتح حركة تفصح بيكون كاتب برمجة هو الفكر اللي عندهم الأزلية إنه اللي في دانه قصده هيك ما عرفش يكتبوا على الورق فالمكتوب مثل يطمخوا أصدر لما باجي بطلح من الورق فأنا كان قصد كده طب أنا بطلح ورقة مش أصد هاي الفرق بين بين التصليح ما يدريني إنه أنت قصدك في هيك الإنسيشن هذه ما بعرفش فيها غير رحلانية علينا البشر نعرفش نوايا بعض الحمد لله يعني مصدقنا الكلام هذا زميلك لو هو حكى كلام أنا ما فهمتوش زي ما هو حكى هو رجع قال أنا قصدي زي لو كان على ورق بحط له غلط احنا بنتعامل بالظاهر طيب ان شاء الله ربنا بكرمك وبتصير تدرس وتصحح ورق وساعتها انه احسن الظن زي ما بدك تمام؟ طيب بدي أضيف شغلة معينة هنا إنه إحنا هنا في هذا الكلاس عرفنا الـ STR تمام؟ ممكن في بالمقابل تعرف اي ميثود فيها underscore بتكون جايه من السوبر كلاس اوبجكت وبتادي وظيفه معينه يعني على سبيل المثال لو انا قلت لك انه هل اس 3 اكبر من اس 4 مش امبلمنتد فبالتالي انت بتروح بتعملها امبلمنتيشن ايش الميثود هذه اسمها جي اي جريتر أو خليني أطلعها هنا من DIR. DIR. أو R واحد. بتنزل. هذه LE less than. تمام. هذه less than or equal. هذه less than. والG اللي هو هاي. Greater than. هذه GE اللي هو greater than or equal. ساعتها بتعملها implementation وانت بتقول له معنات انه student اكبر من student انه هذا في مستوى تاني وهذا في مستوى تالت بتسهل عليك في الكود بتقول اذا كان student هذا اكبر من student هذا ايش معنات انه اكبر منه بتقول انه انا قصدي فيه انه حسب المستوى بس حسب المعدل او حسب العمر او حسب المعدل او حسب بالضبط تمام هي بتنزل انه الامبلمنتيشن تبعها ما فيش لها امبلمنتيشن فانت زي الاس تي ار يعني الاس تي ار هيها موجوده هنا بس ما لهاش سترينج ريبريزنتيشن فطلع لي اياها كاوبجكت والجريتر ذان لو ما كانتش موجوده بيطلع لي ايرور انه مش عارف كيف يقارن هذا اكبر من هذا او اصغر من هذا تمام انا حسيبك انه انت تطلع على هدول وتشوف الدوكيومنتيشن تبعتهم وتتوسع في الاوبجكت اورينت لانه مش حيلزمونا كثير في الداتا ساينس الفكرة في الموضوع هنا انه انت تفهم مفهوم انه كيف الاوبجكت والانستانسيشن لانه انت بدك تتعامل مع مكتبات وتستدعي منها اوبجكت بالضبط
نيجي لمفهوم الانهيرتنس بشكل سريع، انه انا عندي هنا كلاس انهيرتنس هيك صح؟ الاي ار اي تانس تمام. فجيت انا عندي كلاس اي باس، كيف بعمل انهيرتنس؟ هي كلاس بي بس. تمام. فجيت هنا بدي اعرف له اتريبيوت، مش صح اني انا اسوي زي هيك، بس انه عشان انه انا مستعجل بقول هنا سيلف دوت اكس بتساوي 10. اخذ انيشال فاليو اتريبيوت اكس تابع للكلاس اي، اتريبيوت اكس اخذ فاليو 10، اجت الاكس هاي نزلت بالضبط. تمام. فهنا سيلف واي بتساوي 20، فبالتالي هنا ايش في عنده؟ الاكس والواي. تمام. خلينا نعملها في كونستراكتور. لو مثلا هنا عرفنا بدون كونستراكتور self is not defined. Okay. Now I have constructor def init x. تمام. بتساوي 10. وهنا x. هنا y خلي بالك هنا ما دام انا حطيت constructor بدنا ناخذ الاثنين، x بتساوي 10 وال y بتساوي 20. هذا الاتريبيوت الواي تابع للبي، كيف بدك تستدعي السوبر كلاس كونستراكتور؟ سوبر نعم، وبندي له الاكس بهذا الشكل. تمام. هجيت بي واحد بتساوي بي، هنا print بي واحد دوت اكس انه موجودة، وهنا واي. نعم. ونفس الفكرة بالنسبة للميثودز، نفس الفكرة بالنسبة للميثودز. طيب اذا انت حابب تتوسع اكتر في الموضوع، في انت عندك هنا نعم نعم تفتح على القناة عندي على اليوتيوب، بتلاقي الموضوع انت عندك هنا كبلاي ليست. نعم. بتلاقي هنا اللي هو اي بريدج دي اس تريننج، هذه المحاضرات اللي انا بسجلها هنا. تمام. في عندك هذه للفلاسك، لو انت كنت مهتم في الفلاسك. في عندك لا مش كله، هذه قوائم محفوظة انه انا مجمعها يعني، فعشان هيك انت برضو هنا في الديتا ساينس في حتلاقي مثلا على سبيل المثال
في على سبيل المثال هذه قوائم أنا حافظها يعني. هذه في التنسر فلو بتلاقي فيها سيلكتد فيديوز حطيتها كلها في ليست ممكن إنه أنت ترجع لها. تمام. هنا في عندي ليست اسمها WD عمار. WD ألف وأربعمية وخمسة. هاي تمام. بتلاقي إنه البلاي ليست هذه مرتبة أنت عندك بهذا الشكل مرتبة، فحتلاقي أنت في عندك الكائنات في البايثون شارح عليها بشكل مفصل هنا. هنا في أمثلة أكثر، مثلا إنه مثال السيارة مفصل بشكل أكثر، ممكن إنه أنت تحضرهم وتتوسع فيهم لو أنت كنت مهتم. تمام. لا 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 كار إنه كاتريبيوتس، إيش المواصفات تبعتها، لونها، محرك. ايش يعني ديفولت؟ لانه انا عرفت هنا واحده فاضيه. لا عشان انت ما اخذتش من فوق انت، ما اخذتش من وين؟ ما هيني ما انا مستدعي الكونستركتور تبعها. ليش عم بعدك انا ليش بحط قيم تكوني اصلا شيء قيم تاخذ الاتريبيوت هنا نزل، هذه عباره عن فاليو، فانت هنا ممكن تحط شيء مختلف مرر له فاليو مختلفه، فبالتالي هنا حتى لو انت ما مررتلوش تمام انه زي هيك إذا أنت كنت بدك تعمل نظام validation فبدك نقطة تحطها في الست، لكن إذا أنت مثلا ممكن تعمله كنظام map، فبالتالي إنه هو بياخد واحدة من أربع قيم بالضبط، فأنت بتحصره في هدول القيم. لا ما هينا احنا عاملين الX وتورث لـB. بدو يعمل الفاريبل نفسها هي اللي بتاعت الـA. إذا بدك تحط قيمة مش
غلط، لكن زي ما ماشي بالفرق الفرق فلما تعطي نفس الفرق كأنك اخترت انك تاخذ نفس الطيب. طيب هجيت هنا عشان مش مسمين بقولك مسمين أجيت هنا x بتساوي نان تمام، وهنا y بتساوي نان تمام. أجيت هنا أنا استدعيت هاي إنه فاضية زي هيك تمام، هياخد الديفولت اللي فوق فهيها زي هيك، وهذه هنا نان أخذ عفوا العشرة من ال نعم نعم الله يعافيك. صحيح القيمة أخذها الأتريبيوت أخذه من فوق، والقيمة تبعته الديفولت أخذها من فوق. يعني لو أنا عرفت X كل الانتر كل الان يعني بتطبعها وين في اي سطر انت بتحكي؟ بحكي في بي سطر 6 انا بدي من اكس تمام؟ بتطبع حساب كفايه اكس يكون المفروض يكون ايش؟ موجود هيها طبعا هي احنا لما طبعناها انه هي طلعت قيمتها 10. طب لو بدي اعمل رفض على القيمه يعني ايوه بعد القيمه اكس مش 10 30 عادي هياخذ 10 هياخذ 10 هي 30 لا هياخذ 30 وهي 40 اوكي ال1 ما احنا عارفينها هياخذ 30 يعني صورا حتى تعدل القيمه الجديده. طب ايش فائده القيمه؟ هاي لسه طبعا هياخذ 30 أنا مررتهاش خلاص. فأنت فري بدك تاخذ القيمة اللي فوق الديفولت، بدك تعمل أوفر رايد على اللي تحت إنه فري. كيف؟ بالجافا إيش؟ بالجافا بعطيهم كارزر إكس مش من كارزر هم كارزر كارزر إكس يعني حط القيمة وبعدين تقول له اللي جنب ادهم شو اسمه؟ طيب خلينا الان بدي اياك تعمل براكتس على هذا الكلام. شوف انت ايش حتسوي معايا الان، حتفتح على الصفحه عندي mksad.wordpress.com، تفتح على الصفحه هذه حكيت هذا حتسوي انت حاليا تمام. بتروح هنا على الكاجل، في عندك الداتا ساينس كورس، بتفتحه هذا الرابط ومن هذا الرابط هي اللي احنا ماشيين عليه هنا يعني هنا احنا خلصنا البايثون. بدي اياك تشطب على الاكسرسايزز اللي موجوده هنا عشان ندخل على الماشين ليرنينج. الاكسرسايزز هنا بسيطه بتشتغل فيها نظام النوت بوك زي ما انا ورجيتك الان. على سبيل المثال هاي انت في عندك الهلو بالبايثون، سيبك من الدرس، الدرس انا اوريدي شرحت لك اياه، روح على اكسرسايز. بيقول لك هنا سينتاكس فاريبلز اند نمبرز، خليني احل لك اكسرسايز وتشوف انت كيف بدك تحل الباقي. نوت بوك زي الهاكر رانك بس انه بندخل فيه في الماشين ليرنينج، بنقدر نطبق فيه اكسرسايزز في الماشين ليرنينج. نعم ايش بروح بفتح لك؟ بفتح لك كيرنل. هجد انت عندك في الكاجل، في الكاجل بالمناسبه انه هي عباره عن منصه للديتا ساينس تمام. هاي الصفحه الرئيسيه تبعتها في شوية بطء. في عندك هنا منافسات competitions تمام،
تمام يا أستاذ؟ وفي عندك داتا سيتس، هناك في عندك داتا سيتس كتيرة هفرجي لك عليها، وفي عندك الكيرنلز. الكيرنلز هو عبارة عن كود انت بتشغله على داتا سيت، هو عبارة عن نوت بوك كود بتشغله على داتا سيت. فهي المصطلحات بدك تكون فاميليار معها. لما اقول لك الكيرنل تبع الكاجل خلاص افهم انه هو عبارة عن كود بايثون محطوط على شكل نوت بوك. تمام. الداتا سيتس اللي هنا، في داتا سيتس انه موجودة بابليك وانه انت ممكن تشتغل عليها، واحنا هنشتغل عليها فعليا، هي ريال داتا سيت، داتا سيت حقيقية، وممكن تلاقي انه هي حديثة، ممكن تلاقي انه داتا سيتس نازلة في 2019. تمام. و مش عارف هو طول كتير، خليني افتحه هنا بال طبعا. هنا لما تدخل عليه اول حاجه بدي لك، اذا انت ما كنتش مسجل حساب لازم تكون مسجل حساب. ممكن تعمل حساب انه انت تعمل ساين اب وتعبي معلوماتك، او ممكن تعمل ساين اب وتجوجل وبتريح راسك. في بطء في السايت. اي شبكة؟ مين؟ هو بيقول لي انه في سكريبت انه مطول كتير في التشغيل، هذا غريب. انا طيب نجرب الكروم. طيب شوف لي هنا الكومبيتيشنز. طيب خلينا نرجع هنا، بدام انه هو اصلا فاتح هنا. هاي مثلا اكسرسايز، شوف معي يا استاذ عشان تحل الاكسرسايز. هاي مثلا اكسرسايز، تمام. هجيت اول شغله انه شغل هاي زي ما انت شايف، هذا عباره عن نوت بوك، هذا عباره عن مارك داون، تمام. وصرت عارف ايش يعني مارك داون، وهذا عباره عن سيل بايثون، تمام. هذه البيس اوف كود، هذا عباره عن الكود اللي بيفحص الاجابات تبعتك، فعشان هيك لازم تشغله، تمام، سيت اب كومبليت عشان تحت يفحص لك الاجابات تبعتك. يعني على سبيل المثال هنا بقول لك لو سمحت عرف لي متغير، تمام، اسمه color، وحط له value معينة من عندك، تمام. ممكن تستخدم الفاليو، هذا عبارة عن string، ممكن تستخدم single quote والdouble quotes، فبالتالي ممكن تعرف المتغير هيك color بتساوي blue، وهنا بتعمل هذه q.check، هذا الكود من عنده هو بفحص الإجابة تبعتك q0 اللي هو question 0، لأنه أنت عندك هنا مجموعة من questions، بتشغله بيقول لك هنا correct، تمام. هنا خلي بالك في عندك سيل انه q0.hint و q0.solution، لو شغلتهم الهنت بعطي لك تلميح بالضبط،
والسوليوشن بحل لك اياها، بتعمل كومنت لوحده وبتعمل الثانيه. هاي السوليوشن شوف كيف، هاي كلر بتساوي بلو سوليوشن. اعمل العكس، بدي لك هنت انه انت كيف تحل السؤال. بيقول لك your favorite color rhythm with glue، يعني انه مجرد انه انت اعرف اي color وحطه. هاي السؤال الثاني انه انت بدك تستخدم، بدك انه هاي انت عندك الديامتر بتساوي 3 وهي الباي معرفة عندك. بيقول لك عرف variable اسمه radius وحيكون نص الديامتر، وعرف variable تاني اسمه area واكتب المعادلة تبعت حساب المساحة الدائرة، تمام؟ وبعديها بتعمل تشيك للانسر بهذا التشيك، تمام؟ فبدي اياك تخلص الاكسرسايز هذا كله، تمشي تمشي تمشي. انت في عندك هنا لو رجعت ورا، وين في عندك اكسرسايز؟ اعتقد في عندك ثلاثة اكسرسايزز هنا في هذا في هذا الدرس، تمام؟ سريعات حاول تحلهم الان قبل ما تمشي. اللي هو الاكسرسايز رقم 2 و4 و6 8 و10. حكيت انت بدك تحل 2 و4 و6 إذا قدرت، والمحاضرة الجاية بدك تيجي حالل 8 و10 و12. هاي وفي عندك اكسرسايزز على الدكشنري، تمام؟ بالضبط. لا بالضبط، هاي الرابط هاي موجود هناك، والروابط زي ما ورجيتك كيف انه انت تفتحها.